انت اللي بتعيده بين يمين وشمال، مفيش فايده فيه. لا عايز تفهم ولا عايز ترضى. افهم ايه بعد ما ضيعت ابني ورميته هناك وسط ولادكم في بلاد الله خلق الله؟ تركيا بلاد الله خلق الله؟ يا راجل احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. عمرو ابنك كربان اي نعم تعبان في حياته ما قلناش حاجه، بس حر مع اغلى حاجه في الدنيا، مع حريته. دور الباقي بقى على ابني حذيفه. هالسنين عمره وشبابه بتسرسب واحده ورا التانيه، مش عارفين هتخلص امتى والسجن ده هينتهي امتى. ما قدمناش حاجه غير ان نصبر وابشر الصابرين. اصبر انتوا، انما انا اصبر ليه؟ عشان العين علينا، العين علينا. وانت فاكر ان اياك يعني ارفع سماعه التليفون هيجي من تركيا جاري؟ ولا لما يجي يتقبض عليه هقول السيد وزير الداخليه ما تقبضش عليه ومشيه؟ ده تبعنا. في ايه؟ فوق فوق يا شومان، جرالك ايه؟ احنا بنشتغل تحت الارض، حتى تحت الارض ما بقيناش عارفين من الداخليه ولا بتعملوا فينا. غرضك يا شومان؟ رجعوا لابني. انتم ملزمين انك ترجعوا لابني. وانا مالي؟ مالا فاكرني انصر الاخوان في تركيا؟ وبعدين احنا مش ملتزمين ناحيتك باي شيء خالص، لانك مش مننا ولا عمرك هتكون. بس ابنك راجل جدع واختار صح، اختار المكان اللي يقول فيه كلمه الحق. بأمرت ايه؟ مأمرة ابني اللي هناك مش عارف يصرف على نفسه، هناك كلهم طمعانين في بعضيهم والقيادات هناك مش عارفين يعملوا أي حاجة معاه، لا عارفين يشغلوه ولا أنت عارف تشغله. إيه؟ ضيعتوا ابني، ابني لازم يرجع يا نجيدة. نجيدة؟ نجيدة عاف كده؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ أيوه اتجننت، مش هسيبك، هفضل رايح جاي كل يوم لحد ما ترجعه لابني. انت فاكر ايه؟ فاكر ان الداخليه ما تعرفش حاجه عنكم؟ لا، الداخليه عارفه كل حاجه عنكم. التسعين سنه اللي فاتوا دول ما تبهدلناش قد ما بتبهدل دلوقتي من الداخليه. اتكل على الله يا عم انت. انت نجل انت وجماعتك الجيدة، كلامه بس. انتوا احسن ناس لحسوا كلامكم وكذبكم، شويه اندال يا كذابين يا بتوع التقيه، بتكذبوا باسم الدين. يا عم احنا اندال يا عم، انا نازل هروح نار جوانا، امشي بقى وحل عني. ولعلمك ابنك اول ما هيجي هيتشد على السجن على طول، فاهم؟ وماله؟ السجن هنا في بلده احسن ما يتسجن بره. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ناس مغفلة، قليلة الإيمان وقليلة العقل. الراجل قلبه مكسور على ابنه، انت بس يا بابا اللي قلبك سلمته للجماعة. قصدك يا بت، انا ما عنديش قلب، ده قلب المؤمن القوي المجاهد. معقولة سيادة المستشار جلال عارف الفارس بذات نفسه؟ وحشني والله يا جمال يا الصفرة يا ابن الايه؟ وحشني والله العظيم، كنت على بالي. اه يا فرحتي، كسبت صلاة النبي انا كده. لما كنتش جيت كنت هتصل بيك. ياه على الايام، ياه ده الواحد حاسس ان احنا لسه كنا في الجامعة امبارح. يا دوب الواحد نام وصحي بقينا دلوقتي. ايه اللي حصل بقى في الايام دي والسنين دي عدت ازاي؟ ربنا وحده اللي يعلم. طمنا عليك يا صاحبي، عامل ايه؟ والله طمني ايه؟ ما الدنيا حلوه ايه وزي الفل. مش زي الفل قوي. يعني لسه مفيش حاجه اتباعت، مواد الخام ناقصه، اجور الرجاله لسه. يعني طب ما تقول لي يا صاحبي لازمك كام وانا صدقت. لا انا مش بقول لك كده عشان تسلفني، ده مشروع انا عامله لتل شبوره.
ان شاء الله هنعمل معرض وهنبيع وهنكسب، الدنيا تبقى زي الفل ان شاء الله. على فكره القريه دي زي اي قريه موجوده في مصر، فيها مبدعين وفنانين، هما بس عليهم شويه تراب وعفار، تنفخ فيهم نفخه يطير التراب ده ويظهر الفرعون اللي جواهم، يبدع وينحت ويرسم. سلام عليك. سلام عليك يا فنان. فنان طول عمرك والله. تعدي السنين بقى زي ما تعدي وانت زي ما انت. مركب سنسور في كرامتك. اي حد يجي ناحيتها السنسور يروح عامل الارم على طول، تروح عامل الشويتين بتوعك دول. ها؟ ايوه يا عم، ايوه يا عم، افرد وشك المكرمش من ايام الجامعه ده. لما يزر الحكم النهائي يا جلال. يزر الحكم النهائي. طب ما تحاول تنسى الموضوع ده يا جمال، انساه خالص. انساه؟ انساه ازاي؟ يا ريت النسيان ده ليه زرار الواحد يدوس عليه ينسى على طول. انما انت زي ما انت بتقول، انا مركب سنسور في كرامتي. زي واحد بقى زي يقدر يعيش وما بيتهموه في ذمته وفي شرفه. يا جمال شرف ايه؟ هو حد جاب سيره الشرف؟ انت راجل فنان ومبدع، كنت مدير متحف قد الدنيا، لوحة مهمة اتسرقت من عندك، خدت 3 سنين عشان انت مدير المتحف مش عشان بيتهموك بسرقتها يعني ولا حاجة. شرف ايه بقى؟ ايه اللي دخل الشرف في الموضوع؟ مصدر الحكم انها جلال. ما تنكرش انها جات لك على التيك توك. انت اصلا من ايام الجامعة لا بتطيق البني ادمين ولا عايز تقعد معاهم، وقلت فرصة تنعزل بقى وتقعد لوحدك، بس ما تنعش هم اي حاجة. اخوك في ظهرك. ربنا يخليك لها يا جلال. بقول لك ايه يا ضياء؟ يا ضاء انت نمت برضه يا مات ولا ايه؟ ايه كوبايه الشاي؟ ايوه ايوه. بقول لك ايه؟ ايوه. عايزك لما نبقى كده يعني مع حضره العمده في الزحمه في وسط الاهالي، عايزين نبقى نحاجي عليها دي مهما كان برضه حرمه. ايوه. ويعني ما يجوزش عيل من عيال البلد التيران اللي انت شايفهم دول يلمسها لمسه كده ولا كده في وسط الزحمه. ايوه والله. ايوه انت عارف والله العظيم من يوم الماتش بتاع الكوره والعيال البهايم دي وانا خايف عليها، خايف عليها قوي وبغير عليها كانها المدام. مدام مدام يا اللي تنزغد يا ابن كم الملح. انت ما تعرفش بقى المعاناه اللي انا بعانيها بسببك. فكره ان في ولاد وبنات مع بعض هنا وبيعملوا فن وبقى والكلام ده طلع عيني عشان اثبت لاهالي تل شبوره ان ده حلال مش انحلال. الكوميديا سودة والله، كوميديا سودة. الكوميديا الكوميديا انهم صدقوني انها حلال. ايه ده؟ هو انت زيهم مقتنع انها مش حلال ولا لا 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 اوعى تقول كده. ده انحلال 100%. بالحق. انا عايز اشكرك على اللي انت عملته مع صفيه بنت عمي. حضرت العمده. يا جميلة أوي يا أخي، جميلة. جميلة يعني إيه؟ مش فاهم. لا أنا قصدي يعني بمقاييس فنية بحتة مش أكتر يعني، أنا مش نية وحشة ولا حاجة. أنت عملتها معايا؟ عملتها. بص بعد العمر ده كله بعملها فيك زي كل مرة، زي ما كنت بعملها في الكافيتيريا بتاعت الجامعة بالظبط. فاكر البنت أسماء وش القفص؟ وش القفص، يا سلام عليها. ايام جميله هترجع تاني يا اخي. لا معلش، لا الايام الجميله هترجع ولا الايام الوحشه هترجع، فياريت بقى نهدى ونركز في اليومين اللي احنا عايشينه.